الحساسة اللي ما قدروش يحلوها بقية المكونات. شفنا مشاهد بطل الله وبركاته وموعدنا بيد الله بعمل انتصارات. مكاتب الاتحاد
الاقليات وجميع المناطق. مش تقعد محلوله، مش تقعد تخدم، مش تقعد تناضل، مهما كانت النتيجه نحب نطمع الناس الكل. كون رانا مش 2011 2014 الاتحاد الوطني الحر حزب كبير موجود، حزب عنده قواعد وعنده شعبيه واللي انا ما نضمنوش النتيجه. احنا طبعا يمكن دينا مخر شويه، ولكن هذاك هو الوقت اللي لازم نخرج فيه. اما للاكد كونه احنا باش نكونوا حزب المرحله القادمه مهما كانت، والنتيجه بحولها باش تكون نتيجه طيبه وبدايه، وباش نكونوا في نسق تصاعدي هذايا بحول الله مضمون. ولكن الاهم من هذا الخمس سنين القادمه باش نقعدوا في نفس النسق، والحزب باش يقعد في تصاعدي، في نسق تصاعدي كما قلت، مكانه باش يقعد مفتوحه وباش نطوروها. واكيد الناس بعد ما تشوف التجاذبات اللي صارت، وتشوف الناس اللي فشلت، وتشوف الناس اللي جات مش تكون عندها جزء من السلطه، ولكن انا ناكد لكم ما بني على باطل فهو باطل. ما دام احزاب ما عندهاش برامج، وبرامجها هي التخويف، انا ناكد لكم كونه المرحله القادمه مش تكون مرحله الاتحاد الوطني الحر. نحبكم تؤمنوا به الكلام هذايا. صبرنا برشا، مازال شويه وجايتنا حمله انتخابيه رئاسيه اللي هي باش نوزنوا بها كل شيء بحق الله، وان شاء الله منتصرين. هما